بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلعب اليوم كراش اون ذا داش، كراش على الجوال، نايت روس كربلان. معروف لعبه كراش من الالعاب اللي كانت بلاي ستيشن. لا اعرف لازات، اظن لازالت ايضا تنزل، مو كانت بس يعني من زمان اظن ما نزل لها جزء على الاجهزه على الكونسول. اوكي، جود ثينج. احب اللي كذا القصص اللي تصير بوسط الالعاب، تقول فيه كمبيوتر مهمات كان خربان والحين تقول هذه صلحته. They'll destroy turtles، بيدمرون غابات السلاحف. على فكره في العاب كثير 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 على نفس النمط هذا بالجوال، بس طبعا ما في احد يضبط، ما في احد يضبط، ما في احد يضبط متعه اللعب، ويعني وتسلسل يعني بالمراحل بشكل صحيح، وكميه المحتوى مثل لعبه كراش ومثل لعبه ماريو، لانه تكون لعبة تختيم. They destroy the forest، سيدمرون غابات السلاحف. We need to stop، لازم نوقفهم طبعا، لازم اشرار، لازم توقفهم. كوكو باندي كوكو بانديكوت عندها. اوكي، هذه حرمة حرمة غوريلا، نادرا يخلون حرمة وغوريلا، غوريلا انثى يخلونها شريرة، زي الغوريلا اللي بماريو، ناسي وش اسمه، دونكي كونغ. ايوه، كوكو بانديكوت، هذه الغوريلا وهذولا مساعدين الرئيس. يلا نحاربه. فحلوة فكرة اللعبة حتى الآن، فيها يعني فيها، يعني شوف الرسم حتى كيف حلو، فيها شغل. Let's send down that nitro cry. اوكي، تمام. لعبة زي سبوي سيرفر، نظام سبوي سيرفر، نظر اكو ماسك، سماشت فورتك. اوكي، دمروا عشان التدمير هنا بيكون صعب. كل بساطة، كل بساطة، أنا كنت خايف من الصعوبة، إنه طبعاً تلعب، ما هو نظام التحكم وأزرار، سلايد أو سبين، جيت ريد أوف ذا بس، أوكي، يلا سبين، سبين وش هي؟ أظن تدور، أيوه. الله، حلو حلو حلو، يعني نظام بسيط. نظام بسيط، بس تضغط على الأعداء وبعدين تسوي حركة كراش. Watch out، those being nitro crates exploding touch، هذه الصناديق تتفجر. Spin into that turtle، يلا. اوكي، ضربت السلحفات وطاحت السحفات على الصندوق المتفجرات ومفجرات. هو الحركة، عاد نشوف النط. حلو حلو حلو، لا لا، اللعبة حلوة، تحكم بسيط وعملي، حلو. الرسمات مرة حلوة. ايوه، كنت مضغط تحت. الله، فرعون نايترو، وما عليك كورة أظن. سماش ذا تشيك بوينت. أوكي، هذه نقطة الشيك، نقطة الحفظ. تو كرييت، تو سي كرييت الصندوق عشان نحفظ. أيوه، حفظنا. حلو 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 حلو، هذه بس الأول.
طبعا لو ضغطت على نفس صورته بتكون الضربة أقوى أكيد. حلوة اللعبة، حلوة جدا، ممتعة، رسمات الرسمات بالذات جدا رهيبة، جدا حلوة. استمتعت بهذه اللعبة حتى الآن، جدا مستمتع. تقييمي لها حتى الآن 8 من 10، خاصة إذا قلت يعني لعبة تقضي فيها وقت شوي، تغير يعني تلعب لعبك تغير، روعة حلوة. إذا دخلنا موضوع الرسمات أيضا، رسمات من أفضل الرسمات اللي شفتها بألعاب الجوال، حلوة حلوة صراحة اللعبة هذه، ممتعة ممتعة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.